اسمها ايه؟ البتراس بون دي، اسمها قلنا ايه؟ بتراس بون دي. سبحان الله، البتراس بون دي جواها تجاويف، مش كلام يعني، اصعب ما صغيره. شوف صبع فين؟ قد طول صبع كده، ولا ما تكملش طول صبع كمان، اصغر جدا، مش كلام. البتراس بون اول قاعده فيها عايز نعرفها انها الدم من فوق ومن تحت. انا فين دلوقتي؟ في الكرينيال كافيتي، صح؟ فهي باينه من الكرينيال كافيتي، وفي نفس الوقت برضو هي دي، مش كلام، دي البتراس بون، هي دي. شو المنظر عامل ازاي؟ ماشي يا اخوانا؟ يعني ممكن ليها جزء موجود في الكرينيال كافيتي وجزء في البيز بتاع الايه؟ السكال. يعني ممكن اشوفها من البيز، ما هي دي البتراس بون اهي، شايفينها؟ ممكن اشوفها منين برضه؟ من الكرينيال ايه؟ كافيتي. في مشاكل؟ يعني قلت لكم ان في حاجه طالعه من البتراس بون للانفرا تمبرال فوسا. ايوه صح، مش كده برضه؟ ما هو فعلا هي موجوده تحت اهي، هنا، ودي الانفرا تمبرال ايه؟ فوسا. في مشكله؟ انا قلت لكم حاجه طالعه من البتراس بون في الكرينيال كافيتي. ايوه، ما هي برضه موجوده فين؟ في الكرينيال كافيتي. في مشاكل؟ حاجه تانية، بص يا جماعه، نيجي نبص على البتراس بون دي، هتلاحظوا ان فيها خرمه كده، شايفين؟ فيها خرمه ماشي، هنا وهنا، صح؟ جاي بميل كده، وهنا، صح؟ ده مقابل لمين قدام؟ لده، ده اسمه ايه؟ اكسترنال اريتروميتس، اللي جوه اسمه انترنال اريتروميتس، بس ده بيعدي منه موجات صوتيه، مش كلام؟ او ايه اللي هي الصوت يعني بيعدي هنا، صح؟ هنا بيعدي من اعصابه بس، مش كلام؟ هو اسمه انترنال اريتروميتس، بس اكيد الاعصاب السمعي حاجات زي كده، مش كلام؟ المهم يعني ده اسمه انترنال اريتروميتس، واللي بره اسمه ايه؟ اكسترنال اريترو ايه؟ ميتس. في مشاكل؟ طيب ده خرم في البتراس بون، ماشي، وبرده في البتراس بون من تحت، ماشي، في خرم تاني، بص مش دي البتراس بون؟ ده تحت الميتس كده، شايفين؟ اسمه ستايلو ماستويد فورامين، اسمه ايه؟ ستايلو ماستويد ايه؟ فورامين. طب بصوا بقى على بعض كده، تخيل منظر غريب شويه. نرجع تاني هنا، البتراس بون دي انا مكانها فين في المنطقه دي؟ هنا كده، صح؟ هتخيل ان البتراس بون، ان الجمجمه دي ازاز، مش كلام؟ وشايف البتراس بون الكتله دي وجواها التجويف بتاع الاذن الوسطى، او بيسموه ميدل اير، مش كلام؟ معايا؟ هتخيل، والتجويف والعظمه الضخمه دي او البتراس بون دي فيها خرم اسمه انترنال ميتس من جوه، وخرم من تحت اسمه ايه؟ ستايلو ماستويد ايه؟ فورامين. في مشكله؟ هل في علاقه بينهم مع بعضهم؟ هنتفرج ونشوف. في مشاكل؟ هنعمل دلوقتي؟ هتخيل البتراس بون دي كتله قدامي دلوقتي، واشوف جواها ايه؟ الميدل اير او التمبانيك ايه؟ التمبانيك كافيتي. ماشي يا سيدي. بص بقى. ما نيجي نبص هنا، عايزين نشوف حاجه ثانيه. احنا كنا بنقول دلوقتي بتراس بون، تيجي نتخيلها كده، بس الله يكرمكم، هدوء في التركيز ده، ماشي؟ البتراس بون دي كتله مصمطه كده كبيره، ها؟ بص العظمه، مش كلام؟ العظمه دي بقى جواها الميدل اير، ماشي؟ وكل ده بون، كل ده بون، خلاص كده؟ متخيل؟ نعم، جوه البتراس بون. انت عارفين يقول لك مغاره او كهف؟ ده دي ايه؟ ده دي احد التجاويف اللي في البتراس بون. شفتوا عامل صغير دي؟ ده تجويف، دي بقى جواها عضلات وجواها بون، وبعدها كمان انر اير بالكوكله بتاعتها بالسيمي سيركلر كانال، كل ده في العظمه اللي اسمها الايه؟ البتراس بون. يعني لا مؤاخذه، لو واحد انضرب له طلقه هنا، ماشي كلام؟ كل ده بتستهدف، مش كلام؟ فعلا ابداع فعلا في المنطقه دي. بص يا اخوانا، ده التمبان الكافيتي، دي؟ لا طبعا، ده جوه العظمه، مش انا دلوقتي هقول لك. عارفين اللعب؟ هقول لك، عارفين هدايا الازاز دي وجواها مثلا عامل هرم كده بتاع كلام من ده؟ عارفين حاجه زي كده؟ اكيد عملت كده دلوقتي، اكيد جبت كتله ازاز كده وجواها بقى تجويف جواها، ده فعلا منظر البتراس بون بالتمبان الكافيتي جواها. طيب، وكان في لو كده ورا وكده قدام، ماشي؟ البتراس بون قلت لكم ان فيها جزء مواجه للكرينال كافيتي وجزء فين؟ عند البيز بتاع السكال، صح كده؟ وليكن ده الكرينال كافيتي، والمنطقه اللي تحت اسمها انفرا تمبورال فوسا. في مشاكل؟ يعني ممكن اشوفها من هنا، ممكن اشوفها من هنا، صح؟ معايا خطوه خطوه كده؟ تعال بص هنا بقى. كان في ورا كده في ظهر البتراس بون خرم،
وفي تحت خرم تاني اللي ورا كان اسمه internal erythromatous، صح كده؟ واللي تحت ده كان اسمه ستايلوماستويد فورامن. منظر على فكره غريب قوي، يعني ده جوه العظم، يعني طب راح فين يعني؟ مش كلام يعني دلوقتي ده دي فورامن صح؟ فاتحه على ايه؟ دي العظم مقفوله صح كده؟ بص معايا، دي اسمها ستايلو ماستويد فورامن. ايه اللي في منظر رائع بقى؟ بصوا ايه اللي الاثنين دول متوصلين ببعضهم ازاي؟ عارفين المغارات بتاعت الكهوف دي كده، تخش كهف كده ومغاره وبتاع، بالظبط ده المنظر. بص عامل ازاي، منظر عامل ازاي، كل جوه العظم، كل ده جوه، ما حدش هيشوفه اللي احنا شفناه، بس الفتحه دي والفتحه دي اللي بينهم مش شايفه ولا شايف ميدل اير، كل ده جوه الايه؟ جوه البون. فاهمه؟ بجد؟ طيب ايه المنظر ده؟ قال لي ابدا، في قناه مغاره اهي محفوره في البترس بون، منحوته جواها، سبحان الله. مش كده؟ المغاره دي معموله بعصب اسمه الفيشيال نيرف، اسمه الايه؟ الفيشيال نيرف. فبيسموها فيشيال كانال، اسمها ايه؟ فيشيال، عشان ماشي جواها مين؟ الفيشيال ايه؟ نيرف. دي في مشاكل؟ بس خلي بالكم القناه عامله ازاي؟ القناه ماشيه جوه البترس بون صح؟ بس مش دي الميدل اير صح؟ بتيجي ميديال للميدل اير وبعدين ترجع لورا تاني صح كده؟ هي ما دخلتش جواها، هي جت جنبها وراحت راجعه تاني نزل ورا. لو كده قدامه كده ورا، يبقى الفيشر كمان دي فيها جزء ميديال بالنسبه للتمبان الكبد صح؟ وفي جزء ورا التمبان ايه؟ كبد. ماشي؟ معايا مش معايا؟ يعني معنى اصح الفيشر نيرف. بص يا اخوانا، مش ده الانترنال ميتس صح؟ هنا كان هنا برين ستيم صح؟ بيطلع منه الفيشال نيرف، عشان قلنا الاعصاب دي طالعه من البرين ستيم، هيخش فين بقى؟ في الانترنال ميتال صح؟ يمشي في الفيشال كانال، يمشي ميديال بالنسبه للتبانك، مش هيخش جواه، جنبه. وبعدين ورا التبانك كافيتي، ويطلع من الستايلوماستويد فورم، ويدخل في البارات الجلاند، ويتفرع على التيرمينال برانشز ايه؟ بتاعته. هو ده الفيشال نيرف. هو ده احنا بس خدنا نهايته بس لما دخل في البارات الجلاند، طب قبلها ده مصيبه، ماشي كلام؟ طيب. يعني المفروض يعني هنا في موجود فيشال نيرف، هنا في ايه؟ يعني الفيشال نيرف معلش بيخش من الميتس ده وبيطلع من الستايلوماستويد ايه؟ فورامين. في مشكلة؟ طيب. هل ليه علاقة بالميدل اير؟ أيوه، جنبه مش جواه. كان ميديال ليه صح؟ وبعدين بقى ورا الميدل ايه؟ اير. هنا كده. مين الاخ ده؟ قلنا الفيشن نيرف. خلاص ده الفيشن نيرف. الفيشن نيرف لو تخلي بالكم منظره كده، بصوا هو ماشي في تانية صح؟ ماشي يعني هو ماشي عامل ركبة كده صح؟ إذا كنا ركز على ركبه كده، ماشي يا اخوانا الكلام؟ فعلا بيسموها الركبة بتاعت الفيشن نيرف، مش كلام؟ ركبة يعني نيه بالانجليزي صح؟ باللاتيني جينيو. باللاتيني اسمها ايه؟ جينيو، يعني جينيو هي ركبه بالعربي او ني بالانجليزي، مش كلام؟ فدي بيسموها ايه الحته دي؟ الركبه بتاعت الفيشال نيرف، جينيو اوف فيشال نيرف. وبيقول لك بظروفها كده في الحته دي كده كان في جانجليون، فاكيد تراجمنا النيرف، مش كان في حاجه اسمها تراجمنا الجانجليون؟ برضه الفيشال نيرف في جانجليايا، وكمان الجانجليا موجوده في الحته دي في الركبه، فبيسموها جينيكيوليت جانجليون. اسمها ايه؟ اسمها بقى يكون في الركبه بتاعت مين؟ الفيشال نيرف. هنا بيحتوي على جينيكيوليت جانجليون. خلاص؟ في مشاكل؟ انا ببص من الاطرف، انا ببص منين؟ من الاطرف. يبقى هو كده ميديا ولا ليها؟ ميديا للتمبان الكافيتي، يعني التمبان الكافيتي هو بص على كده، هو القناه جت كده ميديا ليه، وبعدين هترجع ايه؟ ورا. ماشي؟ طيب بيطلع من الفيشال نيرف ده فرعين، فرع هو في الركبه دي لسه او فرع من ركبته
اهو. ماشي. وفعلا الجزء العمودي بتاعه. شو الموضوع عامل ازاي؟ بس خلي بالكم حاجة. انا مبقولش اسماء دلوقتي. واضح ان الفرع ده ما دخلش دير برضه كمان صح؟ فضل مخترق العظم ماشي في قناه ليه كده صح؟ اهو. وراح طالع دخل فين؟ في الكرينيا كابيتال. خرم البيت المسجون ودخل في قلب الكرينيا كابيتال كويس؟ اسمه ايه الفرع ده؟ مشهور جدا جريتر سوبرفيشال بتروزن نيرف. خلاص؟ واضح ان الفرع الثاني ده دخل جوه الايه صح؟ حتى نعمله ازاي هنا؟ فعشان يخش جوه الايه هو مش شويه جوه العظم صح؟ وبعدين خرم الجدار الخلفي للميدل اير. وبعدين خرم الجدار الامامي للميدل اير صح؟ ومشي جوه العظم تاني وطلع من الاسكال من بره كده كده؟ من فتحه كده بيسموها اسمها غريب شويه اسمها سكويمو تمبانك فيشر. هنا دي جوه الميدل اير بقى. دي كده جوه الاير. يعني النرف ده دخل جوه الاير مش كلام اللي هو ده. اللي فوقيه كله جوه العظم. مش كلام؟ يعني دلوقتي في الشله دي كلها اللي جوه الاير ده بس مش كلام؟ طب الفيشن نيرف نفسه ما دخلش جوه الاير، طب الفرع ده ما دخلش جوه الاير مش كلام؟ الوحيد اللي دخل هو ده بس من اول هنا لغايه هنا مش كلام؟ وطلع من فتحه اسمها سكويمو تمبانيك فيشر. الاخ ده بقى هو الكوردا تمبانيك. هو اسمه ايه؟ الكوردا ايه؟ تمبانيك. فهمتم؟ ماشي نعم. ما هو دي بقى هناخدها عشان في ميدل اير. في فتحه موجوده ورا وفتحه موجوده قدام اسمها التمبانيك كاناليكولاس. في حاجه اسمها بوستيرو تمبانيك كاناليكولاس وحاجه اسمها ايه؟ انتيرو تمبانيك كاناليكولاس. في الكتاب عكسينهم. كاتبين دي الانتيرو دي البوستيرو ماشي كلام؟ بس هي اسمها ايه؟ بوستيرو ودي ايه؟ انتيرو. يعني هو دخل من فتحه ورا قناه صغيره ورا وطلع من قناه صغيره فين؟ قدام. وطلع من فيشر كده في الجمجمه من تحت اسمه سكويمو تمبانيك ايه؟ فيشر. مين الاخر اسمه؟ كوردا ايه؟ تمبانيك. في مشاكل؟ نعم. نعم. هو الحته دي اصلا جوه الميديا اير؟ دي ميديا ليها صح؟ الفرع طالع منها هيخش الاير؟ ليه؟ مش هيخش صح؟ مش محتاج ان يدخلها اساسا. عايز ايه يا اميره؟ مش بتفتح فيها في فاصل بينهم. بس مش مربعات كده. لا اصل هي لو كراتين كده جنب بعضها ازاي ده يبقى ده جوه الانر اير؟ لا الانر اير حاجه كده اتفتحت هنا في المنطقه دي كده ماشي كلام؟ لا حاجه اسمها اوفال ويندو راوند ويندو برومونتري وليه قصه كده ماشي كلام؟ بس يعني ايه انا بس بديكم معلومه صغيره لسه هنعمل الاير بقى ونحط الميدل اير مع والاكسترنال اير جنبها ونحط الانر اير والانر اير متكونه ازاي؟ عندكم السنه دي في الكتاب الثاني كافيتيز ماشي؟ ماشي يا اخوانا؟ يعني بس معلومه صغيره ما تخرجش دلوقتي. انا دلوقتي طلعت بحاجتين، مين ده؟ جريتر بتروزن نار وكوردا ايه؟ تمبانيك. بس هقول لكم معلومه صغيره ان الجريتر ده برس المسافك. كان برضه الليزر برس المسافك صح؟ يعني الجريتر والليزر دول ايه؟ برس المسافك نار. في مشكله؟ صعب. نبدا الرسم ده، عرفنا دلوقتي كوردا تمبانيك جاي منين؟ وعرفنا دلوقتي مين الجريتر جاي منين؟ في مشكله؟ صعبه؟ نبدا بقى نرجع تاني للينجوال ماشي؟ احنا قلنا الاخ ده اتحد مع مين؟ لحم مش اتحد. لحم في جدار مين؟ اللينجوال نيرف صح؟ تعال نرسم رسمه كده بقى نوضح فيها كلام كبير قوي. اللينجوال والكورد المراجع. بص انت. بص بقى. في حد لحد مش فاهم حاجه؟ الجزء اللي فات تمام كده؟ اخوانا اللينجوال طالع منين ورايح فين؟ والكورد ده اصله جاي منين؟ في مشكله؟